أكد سعادة السيد عبد الله بن عادل الفخر وزير الصناعة والتجارة حرص مملكة البحرين على توطيد العلاقات الثنائية مع إمبراطورية اليابان الصديقة بما يسهم في زيادة آفاق التعاون الثنائي لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفع بها نحو مستويات متقدمة. جاء ذلك لدى اجتماع سعادة الوزير مع سعادة السيد تاكاكاكي ياماموتو رئيس شركة دايكي المحدودة لصناعة الألمنيوم في العاصمة طوكيو. واستعرض الوزير الإمكانيات والتسهيلات التي تتيحها حكومة مملكة البحرين والتي ساهمت في استقطاب المزيد من المشروعات العالمية للعمل في مملكة البحرين. كما قدم للوزير شرح مفصل حول الخطوات التطويرية التي تقوم بها شركة دايكي اليابانية والتي تعد واحدة من أهم الشركات المصنعة للألمنيوم.